السلام عليكم البنات. اليوم واحد لفيديو اللي هو مختلف بزاف، واخا نقصاني واحد الحاجه اللي هي كبيره واللي هي الام ديالي. صراحه اليوم غيدوز بلا بها نقص، ولكن راه بنتي الصغيره عيانه شي شويه، فيها السخانه عليها، اضطرت انها تجلس معاها وتجلس باش زعما تولي مزيان. ولكن كاينه الام ديالي الثانيه واللي هي حماتي وشيخي، شرفوني اليوم، الله يخطيهم عليا والله يحفظكم اليوم والناس كاملين اللي اليوم حاضرين. صراحه ما خليتوا لي ما نقول، الله يكبر بكم كما كبرتوا بيا. يلا نمشيو نفطروا ودن. معنا الفنان ديالنا القديم اللي هو فريد غنى. الله يحفظك بصحة فطركم. Yeah.
breath, filling up my love soaked lungs. Knowing that the storm can come, you feel just like the sun, just like the sun. And if you say you'll be alright, I'm gonna trust you. تبدي انها مرا وقاده وما شاء الله عليها ربي يوفقها وتوصل لشي اللي بغات ان شاء الله علاش توصل تعمل فرع في المغرب كامل ان شاء الله. اسماء اليوم تبدي تبينتي ان الزواج ولا المسؤوليه ولا الاطفال عمرهم ما كيكونوا عائق لاي واحد باش يحقق الاحلام ديالو. وتبارك الله عليها وكنتمنى لها مسيره موفقه. الله يخليك. تبارك الله على اسماء كان لمها رائع جدا وخا رمضان وخا الصيام وخا الطريق وخا ما حسينا بوالو قسما بالله سيرك تخي تخي بيان غيسي لا فيغيتي الناس داكشي انكخويابل اللي كان وتبارك الله الميريت هاد السيده زعما الحمد لله اكزاكتومون كتخدم وربي كيجازيها الله يكمل عليها بخير وان شاء الله محسن شي اون شين ديال لي سالون دو بوتي اسماء ان شاء الله والله العظيم كنا انا فرحانه حجيت وفريمون قلتها في البلوغ ديالي راه كيما فرحوا معاك الناس راه بحال فرحوا معايا انا والله العظيم فرحتنا وحده وقبل ان شاء الله 100 مليون حيت فريمون كتستاهلي وخدمتي على القناه ديالك تبارك الله عليك ان شاء الله نشوفك كما بعد عليكم ولاد الحرام وفريمون تبارك الله عليك الله يبارك فيك فريمون اسماء راه ماشي كتصنع والله العظيم شي انا نهضر صراحه انا كتكتب لي اسماء فنقول يمكن كتبغي تكتب الناس هكاك وديك الشعبيه ولكن هي فريمون شعبيه والله العظيم الا هي هكاك والله القاسم والله العظيم الا هي هكاك والله العظيم الا هي هكاك هي اسماء شعبيه تركيله كيما كتهضر كيما كتشوفها في اليوتيوب والله ما كاين شي تصنع والله القاسم الله يكمل وانا راه مش حاله كاين اللي كتعجبني تعقلي ولا درت لهم فيديو لا نعم بدات منال قالت لهم اليوم راه كتعجبني اسماء وبنيه انت كتعجبي اليوم على واحد الفيديو انت اللي مفاجاه الراجل شعبي محاربين القدامى تبارك الله عليك يا اختي منال الله يكمل عليك فهمتي تبارك الله عليك والله ان شاء الله نجيو عاوتاني الاسبوع ان شاء الله شكون اللي بيحاولنا ان شاء الله ما كتعرفي شنو على اسماء ومبروك عليها مليون ومبروك عليها هذا الحشد كامل اللي اليوم شفنا تبارك الله من المحبين ديالها واليوم اسماء برهنات باللي راه الكفاح والجهد في العمل هو مفتاح الوصول تبارك الله عليها وان شاء الله تشوفوها دائما تبارك الله على الشايف الله يحفظك برهنات على ان القدره توصل فينا ديما خصك تحلم وتقال الحلم ديالك قبلت عينك وعاد وصل ليه ان شاء الله الا ما كانش عندك الطموح ما عاد وصلش هي عندها طموح عندها هدف خدمات عليه وصلت له وها هو قدامكم ها هو كنتمنى لها مسيره موفقه والله يسهل عليهم هو وهي وولدي
وسمع على وليداتهم وكنتمنى لهم الخير. الحاج برافو برافو انا كنتمنى لهم النجاح وحال ما شفتهم هما فرحانين حتى انا كنكون فرحان وكنبغيهم فالتمنى لهم عاد يديروا خدام تبارك الله عليكم ان شاء الله الله يخليك عليكم خير بين صحابي الله يخليك مسيره موفقه للجميع ان شاء الله الله يخليك انا فرحانه لها بزاف بزاف على النجاح اللي وصلت ليه وتستاهل ما اكثر وماشي وصلت غير هكاك راه خدمات على راسها بزاف وتعبات ومازال ان شاء الله واليوم شفنا المحبه ديال الناس ليها وكان الحضور كثير بزاف وتفاجئنا فيه ما كناش منتظرين هكا الله يخليك الله يكمل عليك شانيل بوتشينيا كنتمنى لك تكون مسيره موفقه ومزيد من العطاء زنقه زنقه ما عرفتش الهضره ديال المنتقدين شفتوا لي ديك الانتقاد من اجل الانتقاد وملي كتشوف هاد المحبه ديال الناس اللي جا ما كيبقاش يبان لك ديك الناس اللي فكرهم وي هما مخبعين غير شويه مقاومه ما كاينينش الله يعاونك اختي لا مقاومه مع الناس اللي جيبوني الحمد لله عقبال الناس اللي فرحوا معاك في المنيون ان شاء الله يرحمك الله يخطيك شكرا I'm gonna look in your eyes and if you say we'll be crushing all I need على بابي واقف قمرين واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوراء على بابي واقف قمرين كنشكر الناس اللي جايين من مدن بعاد والصراحه بقى فيا الحال حيت كاينين الناس اللي ما وصلتش نسلم عليهم ونعنقهم شرف كبير هذاك العدد الرائع من الناس اللي يخطيكم عليا كبرتوا بيا وشرفتوا بيا لا نتوما ولا اليوتيوبرز ديالي اللي يخطيكم وان شاء الله كنوعدكم بالجديد وبالافضل وبالاحسن ان شاء الله والله يحفظكم اليوم اللي يخطيكم عليا وانتوما معانا